أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة سعت منذ سنوات على ترسيخ مبادئ المواطنة من خلال متابعة الطلبة للكتب والمناهج الدراسية بالمدارس والجامعات. جاء ذلك خلال إدلاء وزير التربية والتعليم بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية، وذلك في المقر الانتخابي بجامعة البحرين. نحن في وزارة التربية والتعليم بدأنا مع المناهج الدراسية في مراحل مبكرة التربية المواطنة من خلال النصوص والتجارب العملية تبين كيفية الانتخاب وإجراءاته عند الطلبة. منذ سنوات عديدة من أدخلنا هذه المادة أصبح الطالب يتمرن عليها حسب الفئة العمرية، واليوم طلاب الجامعة هم الجيل الذين أيضا تربوا على هذه المادة. حتى أولياء الأمور من خلال متابعتهم للكتب الدراسية طلعوا اليوم مملكة البحرين بفضل دعم جلالته وتأكيده الدائم على قرص مبادئ التسامح، حقوق الإنسان، احترام الرأي والرأي الآخر. أصبحت اليوم عندنا مشروع يطبق، مشروع حقوقي، دائما أقول حقوقي تعليمي، محط أنظار العالم، وهي المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان. واليوم اللي كانوا على مقاعد الدراسة ها هم اليوم يدلون بأصواتهم، وكذلك إن شاء الله بتستمر هذه المسيرة غير الإنجازات التي تحققت على مستوى التعليم.